نعم، هذا شيء يتساهل فيه الناس، الكذب على الصغار، الكذب على الصغار لا يجوز، لا على الكبار ولا على الصغار. فهذه المرأة نادت ابنها وكان صغيرا، عبد الله بن عامر كان صغيرا، نادته أمه وقالت تعال أعطك، تطمعه المجيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وماذا أردت أن تعطيه؟ قالت تعطيه تمرا. فقال لو أنك لم تعطيه لكتبت عليك، يعني كذبة، كتبت عليك كذبة، فيها إثم الكذب. فدل على أنه لا يجوز الكذب على الصغار ولا على الكبار، وهذا من سوء التربية، لأنك إذا كذبت على الصغير ربيته على الكذب، إذا رأى أنك تكذب عليه يتساهل في الكذب فيتربى على الكذب، هذه تربية سيئة. نعم، فعلى المسلم أنه يتحاشى الكذب مع أولاده ومع الناس. نعم. ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا من قال لصبي ها تعال أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة. نعم، هذا يوضح الحديث الذي قبله، قوله صلى الله عليه وسلم لكتبت عليك، كتبت عليك إيش؟ كذبة، كتبت عليك كذبة، وإن كان على صبيان، لا يجوز الكذب على الصبيان لأن هذا يسيء إليهم ويخيب ظنهم، ولأنه يقلل ثقتهم، يقلل ثقتهم بوالدهم وبمن كذب عليهم، ولأنه يربيهم أيضا على الكذب، إذا شافوا، إذا رأوا أن أباهم يكذب تربى على الكذب وتساهلوا فيه. وهذا يشمل المربي سواء كان أبا أو معلما، كل مربي أو مدرسا، كل مرب فإنه يتجنب الكذب مع الأطفال. نعم.